كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وهبنا وطن عظيم، مساحة كبيرة مترامية الأطراف، وكل شبر من وطننا مليان كنوز محتاج إننا نستكشفها ونتعرف عليها. عندنا تنوع جغرافي طبيعي زي البحر والشواطئ والجبال والصحاري، عندنا ثروات سمكية وزراعية وحيوانية ومعدنية، عندنا تنوع في المناخ، بارد دافي معتدل حار، والحمد لله حتى تلوج عندنا، وعندنا تنوع تراثي وفنون متنوعة وكنوز حضارية سجلتها منظمة اليونسكو العالمية ضمن أهم المواقع التراثية العالمية. والحمد لله مستوى الخدمات المقدمة للسياح الداخل في تطور، بداية من مدننا الكبيرة وحتى المحافظات الصغيرة. ويمكن ده من فوائد أزمة كورونا إنها أعطتنا فرصة لإعادة استكشاف كنوز الوطن، وأتمنى نستمر في هذا التوجه حتى بعد عودة السفر الخارجي. هذه كانت كلمتين من أخوكم زكي حسن. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.